وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول رئيس مركز إدراك للدراسات السيد باسل حفار. أهلا ومرحبا بك أستاذ باسل. بداية، الولايات المتحدة الأمريكية اعتبرت أن مسار السانة لم ينتج أثرا فيما يتعلق بصياغة دستور سوري جديد. هل برأيكم خارطة الطريق التي وضعت للسانة من البداية يمكن أن تنتج عن دستور؟ تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. الحقيقة ما حصل لم يكن مفاجئا، كان من المتوقع أن لا يكون هناك من التقدم في هذه الجلسة وفي المسار ككل، نظرا لأنه أولويات الدول المتداخلة بالشأن السوري لا تميل إلى حل الوضع بقدر ما تميل إلى عملية تهدئة وعملية إيقاف تبعات ما يجري في سوريا. هم يحاولون حل مشكلة مثلا اللاجئين أو تدفق اللاجئين، ويحاولون مشكلة حل مشاكل الحدودية وغيرها، وبما أن هذه الملفات حصل فيها هدوء كبير في الفتاوين الأخيرة فلا يتوقع أن يكون هناك حماس للتقدم في مسارات الحل، وهذا ما نراه يحصل اليوم في مسار أستانا وغيرها، حيث تميل الدول المتداخلة إلى المضي ببطء شديد طالما أنه لا يوجد ارتدادات كبيرة للوضع السوري كما في السابق على المنظومة الدولية حاليا. هناك من يرى أن الإرادة الدولية لم تكن ترغب للوصول إلى نتائج من أستانا ومن مؤتمراتها، يعني هل توافقون على هذا الرأي تحديدا، ومن تحديدا سعى لإفشال أستانا؟ يعني هذا ما كنت أحاول أقوله قبل قليل، لا يوجد إرادة دولية حقيقية أو قوية بما فيه الكفاية للمضي بحل حقيقي فيما يخص المسألة السورية. الإرادة الدولية تميل نحو تهدئة ما يجري في سوريا بأي ثمن والسيطرة على تبعات ما يجري هناك وليس على حل الأزمة فعليا والخروج منها. وبما أنه كثير من الملفات أو كثير من الإشكالات نسبيا أصبحت هادئة بالنسبة للسابق، يعني أعداد التدفق اللاجئين نحو أوروبا أصبح أقل مما كان عليه قبل سنة أو اثنان، مشاكل حدودية وغيرها، عمليات القصف والضرب الجرحى إلى غيره، وبالتالي فإن الدول لم تعد مهتمة بالكثير من المضي قدما في مسألة الحل الحقيقي في سوريا، وإنما تميل فقط إلى عقد اجتماعات شكلية من هنا وهناك والمضي بشكل بطيء جدا ببعض الخطوات البسيطة التي لا تمثل. من المحرك لهذا الأمر؟ لا يوجد محرك واحد. الحقيقة الحالة السورية هي حالة فرضت نفسها على الساحة نتيجة حجم الأزمة أو حجم التبعات التي شكلتها، والتداخلات كانت تتفاوت نسبيا من وقت لآخر. في فترة من الفترات كانت الولايات المتحدة لاعبا كبيرا في الحالة، ثم شاهدنا حضور قوي لروسيا وتركيا، ثم تفاوت في هذا الحضور، ثم إيران وغيرها، وبالتالي لا يمكن أن ننسب عملية التحريك إلى فاعل واحد أو إلى جهة دولية واحدة. ماذا عن المعارضة؟ هل كانت جادة أو هل ترونها جادة في إنتاج دستور حسب الشروط التي وضعت في أستانا؟ مشكلة المعارضة ليست جدية في إنتاج الدستور من عدمه، المعارضة السورية تطالب بإنتاج دستور جديد لسوريا منذ أكثر من 20 عام، المشكلة هي في أولويات هذا الأمر. المعارضة السورية هناك شريحة غير قليلة منها، لا أقول كلها ولكن شريحة غير قليلة، تعتبر أن المضي الآن في مسألة الدستور ليس الأولوية، والأولوية هي لإزاحة النظام ثم المضي في أمور مثل إعادة تشكيل الدستور وبنية الدولة، بينما تسير الجهود الدولية وجزء معين من المعارضة مع فكرة المضي الآن في مسألة الدستور وغيرها من الخطوات المتاحة وصولا فيما بعد إلى مناقشة مصير النظام. فالمشكلة بالنسبة للمعارضة هناك مشكلة أولويات وعدم إجماع على خطة واحدة. نعم، كان معنا من إسطنبول رئيس مركز إدراك للدراسات السيد باسل حفار، شكرا جزيلا لك.